بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا بنتكلم في موضوع الإيمان بوجود الله عز وجل بين أدلة المؤمنين وإنكار الملحدين، وما زلنا بنتكلم عن إن الإحكام والتصميم والإتقان دليل على وجود الله عز وجل، وهننتقل بقى من الكلام عن القوانين والنظام دليل على وجود الله، وإحنا قلنا إن كل ده تحت حجة التصميم والإحكام والإتقان. أول حاجة اتكلمنا عنها القوانين والنظام، تاني حاجة هنتكلم عنها الضبط الدقيق للكون. يا للعجب، مرة أخرى العلماء بنفسهم هم اللي بيطلعوا أدلة علمية ترجح صحة الإيمان بالله. الضبط الدقيق للكون ده مصطلح فيزيائي، الفيزيائيين هم اللي طلعوه. فاين تيونينج ضبط، جاية من أوتار الجيتار، وإن أنت تظبط الوتر علشان يدي نغمة معينة. فاين تيونينج أوف ذا يونيفرس، الضبط الدقيق للكون. المصطلح ده لو أنت رحت مكتبة وقلت لو سمحت طلع لي الكتب اللي في عنوانها ذا فاين تيونينج أوف ذا يونيفرس، كتب بالكون، مصطلح فيزيائي. ايه ضبط الدقيق للكون؟ العلماء بيقولوا ان النقطة دي في صميم حجة التصميم، او اللي العلماء والفلاسفة بيسموها الحجة الغائية، من كلمة غاية. غاية يعني يعني حكمة وغاية وهدف. يعني ايه برضو؟ في معجزة حصلت على كوكب الارض وهي نشأة الحياة، ونشأة الحياة معجزة ودليل واضح على وجود الله، ده احنا هنتكلم فيه كتير جدا. في بقى سؤال بيطرح نفسه، نشأة الحياة على الارض كانت ممكن تنشأ في اي ظروف، في اي مكان، في يعني الكون كان ممكن يبقى بأي كيفية ونلاقي ان الحياة برضو تنشأ؟ العلماء وجدوا ان نشأة الحياة على الارض تحتاج الى ظروف معينة مضبوطة بدقة فائقة للسماح بنشأة الحياة على الارض. لو الظروف دي كانت مختلفة بشكل بسيط لا يمكن للإنسان يعني تصوره، أرقام رياضية الإنسان ما يستوعبهاش تحدد مدى الدقة المطلوبة. والله العظيم الكلام ده خطير جدا. العلماء درسوا خصائص معينة في الكون، وجدوا إن ليها قيم معينة. حاجة زي إيه مثلا؟ حاجة زي الجاذبية. مش في حاجة اسمها ثابت الجاذبية؟ له قيمة معينة. أيوة، اشمعنى القيمة دي؟ والقيمة دي لو اتغيرت كان هيحصل ايه؟ هيستحيل معها نشأة الحياة على الأرض. طب غير ثابت الجاذبية في عندك ايه مثلا؟ في عندك باقي الثوابت الفيزيائية والظروف الأولية وسرعة تمدد الكون وسرعة الضوء. في حاجات معينة في خصائصنا الكونية مضبوطة بشكل معين. الضبط ده دقيق جدا الى درجة انه لو كان اختلف ولو بشكل بسيط خالص لم يكن للحياة ان تنشأ على الارض. الحياة نشأتها على الارض كانت هتبقى مستحيلة. احنا بقى لما بنتكلم عن الضبط الدقيق للكون، الفاين تيونينج اوف ذا يونيفرس فور لايف، بنتكلم تحديدا عن ثلاث حاجات، لكن قبل ما نذكرهم نحط الحجة العقلانية المنطقية بتاعتنا، وهي حجة في غاية البساطة زي حجة القوانين والنظام. والله هل هناك ضبط دقيق في الكون من أجل نشأة الحياة على الأرض؟ في ضبط دقيق للكون. المفروض على طول توصل الى استنباط، يبقى الله عز وجل هو الذي ضبط واحكم واتقن وصمم الكون بالكيفية التي تسمح بنشأة الحياة على الارض.
احنا بقى هنعمل اوكازيون وهنطرح احتمالات اخرى. مش يمكن، مش يمكن الناس اللي بتحب يعني تتشكك. الضبط الدقيق للكون، هل ممكن يكون صدفة؟ طب هل ممكن يكون حاجة اسمها حتمية فيزيائية؟ طيب في الاخر يقول لك انه الاحتمال الثالث بقى خلاص، انه نتاج احكام وتصميم واتقان. لو احنا قدرنا نثبت ان هذا الضبط الدقيق في الكون اللي بيسمح بنشأة الحياة على الارض لا يمكن، مستحيل يكون مجرد صدفة، ولا يمكن يكون نتاج حتمية فيزيائية. حتمية فيزيائية دي هنبقى نتكلم عنها بعدين، لان حقيقتها في النهاية ما بتنفيش برضو دور الخالق، بس يعني فكرة انها نتاج احكام وتصميم واتقان اقوى شوية. الحتمية الفيزيائية المقصود بيها ايه؟ المقصود بيها ان الكون مخلوق بالكيفية التي لا تسمح الا بنشأة الحياة على الارض. يعني ايه برضو؟ يعني الكون بتاعنا اللي مخلوق بطريقة تسمح بنشأة الحياة على الارض ما كانش ينفع يبقى بطريقة تانية. الكلام ده غير صحيح، العلماء بيعترفوا مؤمنين وملحدين ان الضبط الدقيق للكون ليس نتاج صدفة وعشوائية وعمى، وليس نتاج حتمية فيزيائية. بالعكس العلماء بيقدروا يتصوروا ان الكون بتاعنا يكون مختلف عما هو عليه. وده معناه ايه؟ معناه انه الخالق عز وجل كان ممكن يخلق الكون بكيفيات مختلفة لا تسمح بنشأة الحياة على الارض، بس برضو وجود الكون بهذه الكيفية التي لا تسمح بنشأة الحياة لا تنفي وجود الله، هو دليل على وجود الله. ولا يمكن تبرير وجود الكون بالشكل ده والنظام اللي فيه اللي مش بيسمح بنشأة الحياة الا برضو انه نتاج احكام وتصميم واتقان، وان الله عز وجل هو اللي خلق الكون بالكيفية دي. لكن انت عندك بعد اضافي، ان وسط الاكوان المحتملة اللي كان ممكن ربنا يخلق عليها الكون، الله عز وجل خلق الكون بكيفية معينة مضبوطة بشكل دقيق جدا هي بس اللي تسمح بنشأة الحياة على الأرض. ولو كانت مختلفة ما كانتش الحياة نشأت على الأرض. ده بيعطي انطباع ايه؟ يعني انطباع الغاية والهدف والحكمة، ان ربنا خلق الكون من اجل نشأة الحياة اللي فيما بعد نشأة الانسان. فبالتالي الكون مش مخلوق عبثا، ده مخلوق من اجل نشأة الحياة ونشأة الانسان. فيبقى وجود الكون من وراه هدف وحكمة وغاية، ويبقى وجود الانسان على الارض مقصود. وده بيفتح باب السؤال، طب الانسان بقى موجود ليه؟ وده بيخلينا نبحث بقى في سؤال الدين، كيف ينبغي ان نعيش؟ اذا كان وجودنا على الارض مقصود يبقى اكيد ربنا يريد مننا شيء معين، وده بيفتح مجال البحث عن صحة الدين. شاكر جدا لحسن الاستماع، والى ان نلتقي في حلقة اخرى باذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.